احنا النهارده بقى في بيتنا بيت السفير عزيزه بنطلق حمله جديده لاول مره. الحمله دي الغرض منها ان احنا عايزين نفرح كل البنات اللي بتتابعنا. الحمله دي اسمها من دولابي. من دولابي دي بقى يا شيري دولابك انتي؟ من دولابي طبعا اكيد. بس التوريد بقى. لا 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 انا فعلا كنت من يعني اول واحده أول انا عرفت واحدة. ايوه قررت ان انا اتبرع للحمله دي. حمله من دولابي هي فكرتها إن الشخصيات العامة، النجمات، المشاهير، مصممي الأزياء الغرض منهم إن هم يتبرعوا معانا بفستان، سواء فستان لمناسبة سعيدة، فستان زفاف، فستان سواريه، من دولابهم لبنت تكون محتاجة عشان تحضر بيه مناسبتها ونشاركها فرحتها بالمناسبة بتاعتها. كل اللي مطلوب بقى منكم تبعتوا لنا على رسائل الصفحة بتاعت قناة دي أم سي على الفيسبوك أو على وسائل التواصل الاجتماعي عشان تطلبي فستان ليكي. احنا هنتواصل بقى معاكي وعلى طول، وكمان هنكون منتظرين كل رسائلكم عشان هنعلن عن اول فستان بكره هيشارك معانا في حمله من دولابي. ان شاء الله بعد الاعلان على الفستان هنختار بنت من اللي هيبعتوا لنا الرسائل دي عشان تاخد الفستان. يا رب يعجبكم. لا اقول ولا ما اقولش ايه انه هو يعني اخليها مفاجاه ولا اقول؟ لا خليها مفاجاه. خليها مفاجاه يعني خلص. احنا بس هنشوقكم كده عشان نحمسكم. دايما في مقوله حلوه كده، فرح تفرح. صح. لما تفرح حد ربنا هيفرحك. واحنا خلينا نعدل الكلمه شويه، ومش هنقول تبرع، هنقول هنشارك بحاجه من عندنا مع واحده تانية هتبقى حبيبتنا، وهيبقى امتداد للفستان اللي خرج من دولاب نهى، هيروح للدولاب بنت تانية تفرح بيه وتسعده، وإن شاء الله يتعمل إعادة تدوير. أيوة. للفستان. على فكرة الحاجة لما بتبقى حلوة بتعيش. ده أكيد. لا وغير كده كمان مش لازم نستنى لغاية لما الحاجة تبقى مهللة. لا طبعا يعني الهدية لازم تبقى حلوة. الهدية لازم تبقى حلوة بالظبط كده. يعني يا سلام على فستان شكله حلو وجميل وألوانه لطيفة ويكون مناسب للمناسبة اللي انتوا بتحضروا لها، فيش أحلى من كده بيتهيألي. وأعتقد إن الموضوع زي ده ممكن يفرح قلوب ناس كتيرة قوي. وإحنا داخلين على موسم بقى الخطوبات والأفراح وكده، فيا رب الفرحة تبقى في كل بيت. وهنستنى كل بقى البنات والسيدات سواء اللي عايزين يشاركوا بحاجات من دولابهم او المستعدين ان هم يتلقوا نهى اول المشاركات تعمل للمبادره. فبكره هتبقى فقره جميله، انتظرونا.